لذلك رفض بيتر وود فرصة توظيف فينجر في عام 95، ولكن كان مقتنع بالفكرة بعد سنة. أتى فينجر إلى إنجلترا بخبرة جيدة، حقق بطولة الدوري والكأس مع نادي موناكو، ثم رحل إلى اليابان ليختبر تجربة جديدة مع نادي ناغويا. ولكن عندما أتى إلى أرسنال بشكل رسمي في سبتمبر من عام 96، كان غير معروفا على الإطلاق بالنسبة للجماهير والوسائل الإعلامية الإنجليزية، حيث الجميع تساءل من هو أرسن؟ وقال الكابتن توني آدمز: ماذا يعلم هذا الفرنسي عن كرة القدم؟ يرتدي النظارات، وهل يتحدث باللغة الإنجليزية؟ ومهمة فينجر الأولى كانت كيف بإمكانه أن يكسب ثقة اللاعبين في أرسنال، وبالتحديد اللاعبين المخضرمين. وطلب فينجر من الإدارة زيادة رواتب اللاعبين على الفور حتى يكون على مستوى بقية النوادي، وأيضا وعد اللاعبين بتمديد مسيرتهم الاحترافية، ولكن بشرط أن يتبعوا كل النظم الغذائية والتدريبات الجديدة الذي قدمها فينجر للنادي، والذي يعتبر ثورة جديدة في إنجلترا، حيث منع اللاعبين من المشروبات الكحولية في أيام الراحة، وقدم الفيتامينات وأيضا الكرياتين للتقليل من التعب ولتحسين اللياقة البدنية. ولكن من الخارج وبالنسبة للإعلام كانت هناك شكوك كبيرة، وأصبح فينجر المرشح الأول للإقالة من قبل كل مكاتب المراهنات. ولكن بعد عدة أشهر تحولت الانتقادات إلى مديح، وفينجر حافظ على العناصر الدفاعية المميزة لدى الفريق، وأضاف إليهم الصلابة في الوسط بعد أن جلب باتريك فييرا من نادي ميلان الذي تأغلم سريعا في النادي. وهذه من مميزات أرسن، خبرته الكبيرة للسوق الفرنسي جعلته يستقطب المواهب من دون أي منافسة من النوادي الإنجليزية الأخرى. ولكن لم ينافس الفريق بشكل حقيقي طوال الموسم، على الرغم من الصدارة في ديسمبر للغانرز، وكالمعتاد أحرز اليونايتد بطولة الدوري، وأرسنال في المركز الثالث الذي يعتبر تحسن كبير على الرغم من الظروف. ولكن يصعب تقييم هذا الموسم بشكل تام، حيث أتى فينجر في أكتوبر، وكيف سيكون الحال عندما يدير الفريق لموسم كامل؟ دخل فينجر في أول سوق انتقالات صيفية له مع أرسنال، وجلب العديد من اللاعبين، وأشهرهم كان أوفرمارز الهولندي من نادي أياكس، والفرنسي إيمانويل بيتي من نادي موناكو. وابتدأ فينجر بتقديم معسكرات تدريبية شديدة في النمسا، وأراد بداية جيدة للموسم، وعاد إلى الرسم المفضل لديه 4-4-2. ولكن ابتدأ أرسنال بشكل سيء، وعلى الرغم من صناعة التاريخ بعد أن أصبح الهداف التاريخي